وقبل ما نكمل بقى معلش كلامنا اسمح لنا يا احمد انا وكريم نروح ل يعني دكتور عادل كرايم صديقنا العزيز ايضا الناقد الرياضي طبعا معانا على التليفون. يا دكتور عادل بونجور جدا. بونجور يا نهار، ازيك؟ الاخبار؟ ازاي حضرتك كله كويس؟ الحمد لله، صباح الخير لكريم صباح الفل. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني عندنا انا وكريم كام نقطة سريعة حابين برضو نناقش حضرتك فيها. بنتكلم كنا مع ضيفنا النهاردة احمد السعداني عن ماتش الريال طبعا مع السيتي، وقلنا التوقعات وقلنا مين كفته وارجح، واحنا كلنا عارفين ريال مدريد يعني بيجي بقى مع الشامبيونز ليج بيبقى قصة تانية خالص. خليني برضو اشوف وجهة نظر حضرتك في النقطة دي تحديدا، سببها ايه دكتور عادل؟ لا، زي ما قلت ريال مدريد بيخش الشامبيونز ليج بيتحول بيبقى فريق تاني خالص، يعني لعيبه ريال مدريد كده لما بتسمع الانثم بتاع الشامبيونز ليج كانهم بيبقوا لعيبه تانيه، يعني سيبك من السيزون كله ده كله في حته والشامبيونز ليج في حته تانيه. ف اكيد طبعا، لا طبعا دي خبرات متراكمه، يعني فرقه اتحطت في الموقف ده بتتحط فيه كل سنه، ما عندهمش اي مشكله خالص ان هم حتى يتاخروا في النتيجه او ان يبقى الفريق اللي قدامهم هو المرشح الاكبر او هو حتى يبقى ليدنج في الماتش نفسه، لان هم خلاص اتحطوا في الموقف ده كتير، عارفين ايه المطلوب منهم، عارفين يقدروا يرجعوا ازاي. فهو ده كل ده اللي ادى المصطلح اللي الناس بتقول عليه شخصيه البطل، يعني هو دي حقيقه، مش مصطلح خيالي ولا حاجه، هو بس نتيجه تراكم المواقف ونتيجه ان هم فرقه بطوله، فرقه عارفه بتخش الماتشات دي ازاي. انشيلوتي مدرب اللي الناس بتهزر يمكن في كلمه ان هو بياخد اللي هو عايزه، بس هو فعلا بياخد اللي هو عايزه، يعني هو بيعرف كويس قوي يطلع من الماتش بالنتيجه اللي هو عايزها. كل العوامل دي ادت لريال مدريد الافضليه دايما في الشامبيونز ليج ايا كان اسم المنافس. شفنا السنه اللي فاتت في الادوار كلها يمكن الفريق اللي قدامهم هو المتفوق عليهم طول المباراه، لكن في الاخر ريال مدريد اللي بيكسب. صحيح. سواء ده كان مع بي اس جي او مع تشيلسي او مع مان سيتي نفسه او مع ليفربول في الفاينل. السنه دي يمكن لسه ما واجهوش الموضوع ده، لان المنافسين ليفربول كان في اسوء حالاته السنه دي، تشيلسي في اسوء حالاته السنه دي، فيمكن ده اول اختبار حقيقي وتقيل جدا لريال مدريد قدام سيتي اللي هو مش في افضل حالاته، مش السنه دي بقى في افضل حالاته، بقى له 7 8 سنين. صحيح. لكن السنه دي التركيز كله على الشامبيونز ليج، رغم ان هم رجعوا عملوا كامباك في الدوري واصبح حاليا سيتي متصدر الدوري، لكن تركيز جوارديولا كله السنه دي على الشامبيونز ليج. ويمكن صفقه هالاند كان اساسها ان احنا المشاكل اللي بتواجهنا في الشامبيونز ليج، الفرص اللي بتجيها في الشامبيونز ليج تتعوض، وده اللي فعلا هالاند اثبته السنه دي مع سيتي. فالنهارده يمكن فاينل مبكر، يعني الناس كلها متوقعه ان اللي هيكسب الماتش النهارده، يعني ماتش النهارده والاسبوع الجاي هيبقى هو الفرص الافضل جدا. بس طالما ريال مدريد عنده الخصائص اللي حضرتك تفضلت بذكر البعض منها، مش من باب اولى يبقى محافظ على صداره الدوري من منطلق ان هو في الدوري بيقابل خصوم يعني نسبيا اضعف شويه من اللي بيقابلهم في يعني في الشامبيونز ليج، ولا حضرتك شايف الصوره ازاي؟ هي دايما مع دي معضله شويه عند انشيلوتي، ان هو بيبقى في افضل حالاته الذهنيه والتكتيكيه والفنيه في البطولات اللي هي زي الشامبيونز ليج، البطولات اللي بتعتمد على جروب ستيج او ماتشات ذهاب وعوده بعد كده في الماتشات الاقصائيه يعني. والدليل يمكن ان انشيلوتي هو اكثر مدرب في التاريخ واخد شامبيونز ليج، واخد 4 شامبيونز ليج سواء مع ميلان او مع ريال مدريد، انما قصاد ده في مسيره تدريبيه عدت ال 20 سنه واخد مثلا 4 أو 5 دوري. فده رقم غريب جدا، يمكن هو المدرب الوحيد في العالم اللي عنده المعادله دي. فده يمكن حاجه ممكن تكون ميزه عند ناس، ممكن تكون عيب عند ناس ثانيه، لكن دايما زي ما بقول لحضرتك ريال مدريد في الشامبيونز ليج خاصه من وجود انشيلوتي بيبقى تركيزه اعلى حتى من المسابقات المحليه. رائع جدا. هتنورنا امتى يا دكتور عادل بقى؟ ما اقدرش اتاخر يا فندم. خلاص نظبطها مع بعض عشان احنا بنسعد بوجودك معانا. دي بس سؤالين من بتوعك اللي ما بيلهمش اجابه. ميرسي يا دكتور عادل، نورتنا دكتور عادل كرايم الناقد الرياضي.